خلينا نروح لخبر تاني وخبر محلي بيهمنا والناس الحقيقه بتهتم بيه وخبر بنتمني بانه كمان الدوله انتبهت ليه يعني لانه بيهم كل الناس وهي بصراحه ازمه السكر في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر، بدأت الحقيقة الحكومة المصرية إيجاد حلول سريعة جدا لحل الأزمة وتوفير السلعة في الأسواق، وكمان علشان تطمن وتبشر المواطنين بحل الأزمة وتوفير السلعة في القريب العاجل، وطبعا ده شيء مهم جدا وأعلن عنه السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بان الحكومه ممثله في وزاره التموين اعلنت ان ازمه السكر في طريقها للحل بعد طرح اكثر من 320 الف طن من السكر في الاسواق باسعار تتراوح ما بين 27 الى 24 جنيه للكيلو وده طبعا هيساهم في حل الازمه تماما مع اقتراب منتصف شهر ديسمبر تقريبا علشان طبعا السكر كده هيوصل ل 22 جنيه للكيلو وده اللي عملته وزاره التموين انها تواصلت مع كافه المحافظات وحددت كمان احتياجات المحافظات كلها كل محافظه على حده وقالت ان الموضوع في طريقه الي الحل لانه كمان الازمه بيدخل فيها ناس كتير جدا بيدخل فيها تجار بيدخل فيها ناس عايزه تحتكر ناس ما بيهمهاش بقى يعني اللي هو السعر يطلع يحتكر السلعه لكن اعتقد انه متابعه الحكومه وايضا اهتمامها بالموضوع ان شاء الله القريب العاجل الموضوع ده ينتهي باذن الله